احيي حضراتكم مشاهدينا الكرام مجددا من داخل اكبر معمل لتكرير البترول في مصر وافريقيا. نحيي حضراتكم من جديد ومعنا معالي وزير البترول المهندس طارق الملا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ. بدايه تهانينا معالي الوزير بهذا الانجاز الضخم وللحقيقه بالتاكيد وراء الكثير من الجهود. ده صحيح، اشكرك. والحقيقة أحب أقول أنه المشروع ده هيقدم قيمة مضافة كبيرة قوي لصناعة التكرير والبترول في مصر، لأنه من خلاله هيوفر لنا المنتجات البترولية وهيسد جزء كبير جدا من الفجوة اللي موجودة ما بين الانتاج المحلي والاستيراد فيما يتعلق بالمنتجات البترولية الرئيسية، يعني بالذات نتكلم على البنزين والسولار، ودي اللي هي أساس حركة النقل والصناعة. فالحقيقة المشروع يعني أقدر أقول في كلمات مختصرة اتكلف في حدود 70 مليار جنيه، وتم العمل فيه في من خلال حوالي اكتر من 5 سنين من الشغل من وقت استلام الموقع هنا هو في منطقة مسترط، ورغم انه يمكن بدأ التفكير فيه في منتصف الالفينات الا انه بقى طبعا الظروف اللي مرت بها البلاد وقت 2011 وحتى وصلنا لغاية 2013 عطل المشروع اكيد، لكن في النهاية احنا هنا في مسترط، ومسترط دي يعتبر قلب البترول، وهي منطقة بترولية كبيرة فيها اصلا معمل تكرير شركة القاهرة اللي انشئ سنة 69، وبالتالي اكيد ان احنا محتاجين لعمليات تطويرية اضافية تكنولوجية تضاف الى هذه الصناعة، بحيث انه المنتجات اللي بتطلع قليلة القيمة او زي المازوت نقدر نشتغل عليها من خلال هذا المشروع النهارده يدينا المنتجات اللي احنا عايزينها باذن الله. معالي الوزير، هذا المشروع بيعد نموذج يحتذى به في التعاون ما بين القطاع الخاص والحكومه المصريه، بنتحدث عن اكثر من 4 مليار دولار، مشروع بهذا الحجم بالتاكيد كان يحتاج الدعم الكبير من الدوله اللي بتعطي يعني قطاع البترول تحديدا واستثماراته اهميه كبيره في هذه الفتره. ده صحيح، ده الحقيقة نموذج للشراكة ما بين الدولة ممثلة في هيئة البترول والقطاع الخاص، وهذا النموذج اللي يعني بالنسبة لنا في مصر يعتبر نموذج جديد وبنطبقه على مستوى كبير. يعني لما نتكلم على مشروع بأكثر من 4.2 مليار دولار شراكة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص، ده يعتبر مشروع كبير وهيبقى نموذج لباقي الأنشطة الاقتصادية في مصر. طبعا ما فيش شك انه ده بيدي رسالة قوية جدا داخل مصر وخارج مصر من انه الدولة بتشجع الاستثمار، وفي نفس الوقت انه هذا المشروع بيقوم بالتعاون المباشر مع القطاع الخاص. القطاع الخاص لما يعمل مشروع زي ده بيحتاج كمان دعم من مؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التمويل الدولية لما بتيجي تنظر لتمويل مشروع زي ده بتشوف أحوال الدولة، الاقتصاد ماشي إزاي، إزاي الدولة معدلات النمو فيها ماشية إزاي، إصلاح الاقتصادي ماشي إزاي، بدي ثقة للمستثمر. وبالتالي إحنا كمان لما تدخل مؤسسات تمويل دولية زي دي في مشروع كبير زي ده، كمان ده ليه مردود إيجابي لمستقبل الاقتصاد ومستقبل الاستثمار في مصر. احنا النهارده في مشروع كبير جدا مش بس لمصر لكنه للمنطقه ككل، لا يمكن ابدا ان نغفل ان مصر اصبحت مصدر اساسي للطاقه في المنطقه، وخاصه مع الاكتشافات الاخيره للغاز مصر اصبحت مصدر للطاقه، ونتحدث عن المنتدى شرق المتوسط للطاقه والمصر كمان اصبحت مركز ليه. احنا الحقيقه اطلقنا يعني استراتيجيه لتحويل مصر لمركز اقليمي للتداول وتجاره الطاقه بصفه عامه، والطاقه عباره عن بترول وغاز وكهرباء، والحقيقه بدانا نشتغل عليها على هذه الاستراتيجيه بخطوات ثابته، وكان من احد هذه الاسباب او المحاور الرئيسيه هو وصلنا الحمد لله لاكتفاء ذاتي من انتاج الغاز الطبيعي بل واستئناف التصدير، ووجودنا كمركز في المنطقة باحتياطيات إن شاء الله قوية ومستقبل واعد في الغاز الطبيعي، تمكننا مع البنية التحتية اللي موجودة عندنا
من تسهيلات للغاز الطبيعي سواء لمحطات الإسالة أو لمحطات الاستقبال أو شبكات الخطوط أو الصناعة والسوق المحلي الكبير أو دول الجوار الموجودة المستهلكة، نستطيع أن احنا نستغل هذا في تأكيد على تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. ومن هنا كان في أيضا مبادرة رئاسية أطلقت في القمة الثلاثية ما بين مصر واليونان والقبرص في 2018، أطلقها سيادته في هذه القمة في جزيرة كريت في 2018 لاقتراح بإنشاء منتدى لغاز شرق المتوسط. وقد كان منذ ذلك التاريخ بنشتغل على قدم وساق حتى يتم تأسيس هذا المنتدى، وبالفعل الأسبوع الماضي تم التوقيع على ميثاق هذا المنتدى، وبالتالي تم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية تقوم برعاية موضوع الغاز لدول شرق المتوسط إن شاء الله. أخيرا معالي الوزير، يعني في مثل هذه المشروعات القومية الكبرى الضخمة ليست فقط خاصة بقطاع البترول، لكنه إلى أي مدى مثل هذه المشروعات بتدعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة جدا، سواء كان هذا بتوفير فرص العمل، فتح باب شراكات جديدة، أو حتى من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن بيتابعنا دلوقتي ويفهم يعني ايه احنا بنعمل مشروع بهذا الحجم؟ ما فيش شك طبعا، احنا في اثناء انشاء المشروع احنا كل الشركات اللي بتقوم بالتنفيذ والتركيبات والتشييد هي شركات وطنيه، قطاع خاص وقطاع مملوك للدوله او شركات مملوكه للدوله، وبالتالي بتشغل عندها عماله وبتدخل عليها وبتزيد من فرص العمل عندها كشركات في اثناء التنفيذ. ففي اثناء التنفيذ تم تشغيل 18 ألف فرصة عمل، وبعد كده لما بيشتغل المشروع عندنا هيبقى فيه 1200 فرصة عمل دائمة. ولكن في نفس الوقت طبعا المنطقة المحيطة تم رفع كفائتها وتطويرها، وطبعا الشركة الحقيقة بتقوم بالخدمة المجتمعية، وكمواطن كشركة مواطن صالح بيؤدي دوره تجاه الوطن، ده من ناحية الشركة. لكن الحقيقة هو القيمة الأعظم هو توفير هذه المنتجات التي كنا بنستوردها، وهذه المنتجات زي البنزين والسولار كانت بتكلفنا مليارات من الدولارات، النهارده هنقدر نخفض في حدود عبء على ميزانية الدولة، هنقدر نخفض حوالي 35% مما نقوم باستيراده من منتجات، يعني سواء كانت بنزين أو سولار، وده يخلينا نقرب جدا من وصولنا للاكتفاء الذاتي إن شاء الله المستهدف في سنة 23، وصولنا للاكتفاء الذاتي من توفير المنتجات في السوق المحلي من البنزين والسولار إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق معالي وزير البترول مهندس طارق الملا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، لازلنا مع حضراتكم في افتتاح واحد من أكبر المشروعات، في افتتاح أكبر مركز لتكرير البترول في مصر وإفريقيا.